النهاردة هنعمل سلايم سهل جدا بمكونات كلها من البيت، لون احمر جميل زي ما احنا شايفين كده. السلايم ناجح جدا، ان شاء الله الوصفة تكون سهلة عليكم وتعجبكم. كمان معانا حل سؤال المسابقة، ما ننساش نحله ونجاوب عليه. ان شاء الله اول 3 اجابات هيطلعوا معايا في الفيديو، واول اجابة صحيحة هتثبت في التعليق المثبت تحت الفيديو. كمان معانا احلى التعليقات وهقولها بنفسي باذن الله كلها، كل اللي علقولي على اخر فيديو. اكتبوا وصفاتكم واكتبوا اسئلة، هناخد اسئلة ان شاء الله منكم انتم اللي هتقولوها علشان نقولها في مسابقات الفيديوهات. زي ما احنا شايفين كده السلايم جميل قوي، طريقته سهلة جدا ومكوناته من البيت، ومش هنشتري حاجة من بره ابدا. يلا بينا نشوف الطريقة عملناها ازاي. سهلة جدا جدا. اول حاجة معايا واول مكون معايا النهاردة من المكونات اللي موجودة في البيت هيكون نص كوباية من المية بالشكل ده. احطها في حاجة كده، ايه، غويطة كده، بولة غويطة. بعد كده هبتدي احط لون احمر جميل وهدوبه في المية، مفيش اسهل من كده. طبعا اللون هيفتح معايا ان شاء الله لما احط بقية المكونات. لازم ادوب اللون جامد جدا واقلبه كويس زي ما احنا شايفين كده علشان يبقى كله لون واحد بالشكل ده. معايا كمان نص ليمون، جبت ليمونة وقطعتها وبعد كده هعصرها على المكونات وهدوب كويس جدا بالشكل ده. بس في بذر لازم احاول اشيله كده من الليمون عشان ما يضايقنيش في السلايم بتاعي. اشيل بس البذر. بالشكل ده عشان البذر ده هيضايقني في السلايم بتاعي. اقلب بقى كويس الليمون مع المكونات. سلايم سهل جدا وناجح جدا جدا. عايزة التعليقات الحلوة تقولي ايه رأيكم في اللون وفي السلايم كده. خلاص انا دوبت اللون كويس مع الليمون، هبتدي احط المكون اللي بعد كده. زي ما اتفقنا مش هشتري حاجة من الشارع، كله من البيت. هبتدي احط معلقة من الدقيق، وكل ما احط الدقيق كل ما اللون هيظهر معايا بالشكل الجميل ده وهيبقى حلو قوي. هقلب كويس جدا علشان الدقيق يندمج مع المكونات ويختلط بالشكل ده، واقلب قوي قوي. طبعا لسه مبقاش سلايم، فانا هحط كمية من الدقيق هقول لكم في الاخر هي قد ايه. انا كده لغاية دلوقتي حاطه معلقتين من الدقيق. عشان يديني نتيجة كويسة لازم يكون قوامه كويس كده. حوالي 4 معالق من الدقيق. على فكرة الدقيق هنا ملهوش كمية. يعني ايه؟ يعني هحط كمية من الدقيق لغاية لما يظبط معايا واحس ان قوامه بقى سلايم. قلب قلب بالشكل ده، اللون ابتدى يظهر ويبقى جميل جدا. شفتوا بقى المكونات سهلة ازاي؟
ولسه بعد ما نخلص السلايم هنحط مكون مهم جدا. بس بعد ما اخلص كمية الدقيق واحس ان هو اتكون معايا بالشكل ده، وهنا بقى نبتدي نقول سؤال المسابقة. واحنا بنعمل كده احلى سلايم. سؤال المسابقة هو ايه؟ من هو الشخص الذي مات ولم يولد؟ هو ده سؤال المسابقة. وكمان هنقول احلى تعليقات جات لي على اخر فيديو. دلوقتي انا حطيت الدقيق بس حاسة اني لسه، هو خلاص ابتدى يتكون بس حاسة اني لسه بيلزق. هحط له دقيق تاني مزهقش لغاية ما يظبط معايا بالشكل ده. يا رب نحل سؤال المسابقة كلنا علشان ننمي ذكائنا ونبقى عندنا معلومات حلوة. شايفين السلايم اتكون معايا خلاص. في خطوة مهمة جدا انا عاوزة اقولها، هنحط شوية زيت علشان السلايم يظبط معايا، وكمان هسيبه هغطيه وهسيبه يرتاح مدة نص ساعة لغاية لما ابص الاقيه بيتمدد معايا. وشايفين اللون، وكل ما هسيبه هيبقى اللون احلى وهيبقى بيلمع وجميل، وكمان هيتمدد معايا واقدر اشكله. هغطيه شوية واسيبه عشان يرتاح، وبعد كده نشوف شكله الجميل. نقول بقى عبال ما السلايم يرتاح شوية هنقول احلى تعليقات جاتلي في الفيديو الاخير. شكرا ليهم، ويلا نقول اسمائهم. ومعايا الاسماء اللي بقول لهم شكرا على احلى تعليقات بتجيلي منكم: مصطفى، يسر، اسيل، وردة، مي علاء، رزان، النوشة، رحمة، اروى، لولو، نور، رانيا، ياسمين، جنة ستار. حبايبي اكتبوا تعليقاتكم علشان دايما نطلع في احلى التعليقات. يا رب السلايم يكون عجبكم. وده شكل السلايم بعد ما ارتاح وبعد ما حطيت له الزيت وبقى في منتهى الجمال. شايفين بقى عامل ازاي؟ تحفة جدا. يا رب يكون السلايم بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش حل سؤال المسابقة عشان اثبت التعليق وتطلعوا معايا في احلى التعليقات. شايفين جمال السلايم؟ تقدري تشكليه كوره، تقدري تشكليه اي حاجه، تحفه تحفه، يعني جميل قوي قوي قوي. نشكله بقى زي ما احنا عايزين. طبعا السلايم كان سهل، ثلاث مكونات بس وكلهم من البيت. ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم احلى اشعارات من عالم امين. شايفين الجمال؟ شايفين السلايم قد ايه جميل ولين واحلى من اللي بنشتريه مليون مرة، وما كلفناش حاجة خالص. كل حاجة كانت عندي في البيت، ثلاث مكونات بس وكلهم عندي في البيت. روعة. واللون جميل قوي. بقولوا لي رأيكم في التعليقات في اللون وفي السلايم. شايفين عامل ازاي؟ جميل جد، تحفة.